صديقتي تقول سامية تقول أستعد للهدف وأتعمق فيه لكن ما أصبر للنتيجة النهائية، سبب مني في طاقة الهدف؟ السبب أنه الهدف أكبر منك، لما أنه أنت طاقتك أوكي. خلي أبغى أقول لك مثال علي أنا، مثلا أنا كم طاقتي أني أكون لايف معاكم؟ طاقتي ساعة، ساعة وربع، بعد كذا خلاص بدخل مرحلة أني أتعب، أني أصير تعبانة، هاي طاقتي. طاقتي ما توصلني ساعة ونص، ما توصلني ساعتين مثلا، خصوصا لما يكون كلام علمي، يمكن لو أدردش وسولف يكون عادي، أو القاعدة غير، يعني يبغى لها ظروف معينة، لكن ما توصلني، ما توصلني طاقتي لأكثر من ساعة ونص أني أكون موجودة لايف وأتكلم عن موضوع عميق. فنفس الشيء أنت طاقتك وين توصلك؟ الهدف هذا يحتاج كم؟ يحتاج 5 شهور. طاقتك كم توصلك؟ توصلني 3 شهور، معناها عندك شهرين راح يكون بدون طاقة، وبالتالي في الغالب الهدف لن يتجلى، أو الهدف راح يتجلى بطريقة كثير رديئة، أو معناها الشهرين الباقيات راح تستعين بطاقات أخرى، راح تضطر أنك أنت تخربط مسؤولياتك، تخربط أولوياتك، راح تضطر أنك أنت تتألم صحيا، فكريا، مشاعريا، فبالتالي راح يكون في ألم، راح يكون في ألم. هل في ناس تختار هذا الطريق؟ نعم في ناس تختار هذا الطريق، في ناس تختار هدف أكبر من طاقتها وتتألم، تتألم وتوصل ويتجلى الهدف. لكن هذا اللي احنا نتكلم عنه اليوم، احنا نبغى هدف ذكي، ما نبغى نعيش الألم عشان أهدافنا وعشان نوايانا. صديقتي تقول دايم أحط أهداف وما تتحقق، صرت ما عاد أثق بنفسي حتى الأهداف اللي لازم أسويها. يصير لأنه لما مثلا أحط هدف أكبر من طاقتي لا يمكن يتحقق، يحتاج كثير من الاختبارات، يحتاج صدمات، يحتاج سعي كثير، يحتاج، وأنا ما أقدر أروح هذا الطريق، فبالتالي لن يتجلى. ذلك مهم أنه مو بس أنه إحنا نحط الهدف، أنه إحنا نحط هدف ذكي، أنه إحنا نحط نية جيدة. وطبعا كل ما كانت أهدافك أقل ومركزة ومرتبطة بالأولويات، لأنك تعرف لما يتحقق هذا الهدف راح يصير هذا، لما تخلص هذا راح تبدأ بهذا، بعدين تبدأ هذا. It's okay. ما في شيء، ماني مشغول عشان الفرار الحمراء حاليا لأني أنا مركز على موضوع العمل أو المهنة، لما يصير منصبي كذا تلقائيا أقدر أجيب الفرار الحمراء. فبالتالي لابد تكون عندك هالاستراتيجية، أنك أنت تعرف مستويات الأهداف، فبالتالي ما تقفز هدف على هدف. وهذا اللي يصير، غالبية الناس يحسون أنه الموضوع أوكي أنا بحط نية يعني حالمة وفيها كثير خيال، وبالتالي لا يمكن أنها تتجلى، ما تنزل على أرض الواقع، يحتاج لها معجزة. هل المعجزة موجود؟ موجود، لكن متى راح يشتغل هذه المعجزة؟ ما تقدر ترتب حياتك على معجزات، ترتيب حياتك على معجزات هو حالة غباء، ترتيب حياتك على قانون المعجزات هو حالة غباء، لا يمكن، لأنه المعجزات، قانون المعجزات هو مو موجود في الريموت كنترول حقك، مو موجود. قانون المعجزات مو موجود من ضمن أزرار عندك، مو موجود من ضمن الأزرار. فبالتالي إقامة حياتك على قانون المعجزات هو حالة غباء، وكأنك تقول أنا أملك قانون المعجزات. أنت لا تملك هذا القانون، أنت لا تملك هذا الزر، ما تملك هذا الزر، ويحتاج ظروف كثير معينة وظروف كثير مؤلمة، وقد يكون معها إكزت من الحياة. فبالتالي ما تبغى تبني حياتك على احتماليات الإكزت، ما تبغى، هذا غباء، ما تبغى. لذلك المفروض انه انت تشوف الريموت كنترول دي معاك، ماذا يتطلب، تشتغل بناء على الريموت كنترول دي معاك. طيب ناخذ سؤال، تقول لك افضل كورس اخذته جدا مهم، وشو نبي خطة للاستعداد نفسيا لدوامات بكرة. واو بكرة دوام، الله يقويكم. ليش صار هيك بكسر كريستيانو؟ كان نهاية مسيرته مؤلمة مع أنه طالما كان أسطورة، هل كان متطرف بأهدافه؟ ما أعرف، ترى أنا مو كثير فاهمة في موضوع الكورة، هل فعلا هذا صار؟ هل فعلا الآن قاعد هذا يصير؟ أنه هو جاي عشان يقفل الملف الآن؟ يعني هل هو الآن في الأحداث اللي نعيشها وفي كأس العالم، هو جاي عشان يقفل الملف؟ جاي عشان يقفل موضوع أنه لاعب؟ واو والله شيء مؤلم إذا تكفل الموضوع بهالطريقة، بس ما عندي تفاصيل. صديقتي زينب تقول هل من الصحيح وضع أهداف مختلفة حسب أي بلد راح نكون فيه أم سبب ذلك ضياع الأهداف؟
شوفي يعني انتم تعرفوني دائما انا اؤمن بتاثير البيئه، لكن ما اؤمن بانك انت تعلق الشماعه على البيئه. يعني اؤمن انه في هدف يتجلى في بيئه وفي هدف لا يتجلى في بيئه اخرى بدون ادنى شك. يعني ممكن امراه تكون رقاصه في بلد ما تكون رقاصه في بلد، تجلى الهدف ولا صح مختلف، وقس على ذلك اهداف كثيره. فبالتالي المكان اللي انت تتواجد فيه قد يدعم يختصر يغير من طاقة الهدف، وقد يكون الهدف صعب جدا. يعني مثلا الآن أنا قاعدة أشوف مثلا الساحة فيها مغنين ومغنيات من بلد معينة، الآن قاعدة أشوف أقول يعني واو. طبعا تعرفون دورات الحياة وكيف كيف الثقافات يعني تصعد وتنخفض وكذا، أقول في نفسي الآن يعني لو في أحد من هذه الدولة صوته جبار، أوكي جبار، لا يمكن يطلع الساحة، لا يمكن، لا يمكن. بينما اللي موجودين على الساحة موجودين من هذا البلد فيهم صوتهم متوسط وأقل من متوسط وصوت جيد وممتاز وجبار. الآن في هذا الزمن لو في هذه البلد، مع البلد هاي طلعت كثير للعالم العربي مغنين ممتازين ورائعين، لو في هذا البلد الآن حالياً شخص صوته جبار ورائع، تقريباً ما رح يقدر يوصل، تقريباً ما رح يقدر يوصل، ما رح يقدر يطلع، لأن طاقة البلد، طاقة البلد ما رح يقدر. يعني المفروض يغير مكانه، يغير يعني الطاقة اللي هو موجود فيها. فهذا شيء مهم، لازم نفهم هذا الشيء، لازم نفهم. بس لا يعني انه انت تقول انا ما صرت مغني لانه ما حد دعمني وكذا وعشان كذا انا قعدت فاشل، لا، لانه انت قررت انك تقعد فاشل استمريت فاشل، ما لها دخل، ما لها دخل. انت من الذكاء انك تتواجد في المكان المناسب، في المكان اللي ما اقصد انه الحكومه لازم تدعمك، المجتمع لازم يدعمك، ترى ما اقصد كذا، ما أقصد أنه من واجبات الحكومة أو المجتمع أنهم يصفقون لك ويدعموك عشان تصير أنت ناجح، لا، أنت ناجح لأنك أنت قررت أنك تصير ناجح، لأنك أنت عندك أداة واستخدمتها ووصلت لهذا النجاح. لكن الطاقة اللي موجودة في المكان تخليك توصل، ومرات تكون عائق أنك أنت توصل، تكون عائق. لذلك أقدر أقول أنه مثلا أنت تقولين أنا راح أهاجر للمكان الفلاني، إذا هاجرت للمكان الفلاني بفتح البزنس الفلاني، عادي أقدر أقول مثلا إذا رحت مثلا للصين بسوي مصنع زجاج أو مصنع ملابس، أقدر أفهم. بس ما تقدرين تقولين هذا الكلام في دولة ثانية يمكن ما يكون فيها أصلا صناعات مثلا بهالطريقة. فالهدف يرتبط كثيرا بالمكان، ومن الذكاء إن إحنا نعرف الموضوع، من الذكاء إنه إحنا يعني نفكر وين المقر اللي إحنا راح نقوم فيه أو نحقق فيه هذا الهدف أو نصل أو نجلي في هذه النية. العراق لا، بالعكس، بالعكس، الآن إذا في شخص جيد في العراق ينجم، لا بالعكس. بديت معك من أسبوع، عندي خوف وعار من طفولة صعبة. حبيبتي تقدرين تأخذين الخوف، تقدرين تأخذين العار، ابدأي بالخوف بعدين العار، موجودين على الموقع. حلا حبيبتي تقول هل الإسقاط النجمي يخدم وضع نية الروحانية؟ حصل لي إسقاط نجمي مرتين، أبغى أعتبره إشارة. وأنا دائما أشوف إنه تكلمت عن هذا الموضوع في حماية الذات، دائما أشوف إنه الجسد الطاقي حتى أنت تشتغل على هذا الموضوع أنت محتاج إشارة، أنت محتاج إشارة، لأنه الأساس إنه جسدك الطاقي يعني موجود بنسبة معينة بحماية معينة، فما ودك تحركش في الموضوع وانت مو جاهز وانت مو مستعد، وخصوصا الاشخاص اللي يعني مشاعرهم كثير سيئة ويدخلون طريقة غير مرتبة للجسد الطاقي ويحسون في انفسهم. لكن اذا صار لك ابغى اعتبره علامة، نعم علامة، ما ابغى اقول الروحاني، ابغى اقول الطاقي. إذا في شخص جيد يرفع بدون أدنى شك، عندك أصدقاء جيدين، عندك زملاء عمل جيدين. أول ما شفتك قبل ما أعرف جنسيتك كنت أحسبك مغربية، بس شعور. كنت قلت لكم أنا يوم صار عندي مساعدة مغربية وش صار. أوكي أوكي أوكي
صديقتي تقول هدف المنزل الجديد بأي مكان أكتبه. أوكي خلينا نقول خلق، طاقة الخلق أبغى أحطها في الإبداع، أبغى أحطها في الإبداع. بس لما تكتبين لماذا ممكن تقولين عشان عيالي، عشان العائلة، عشان كده ممكن تروحين للعائلة. لما تتكلمين عن موضوع عشان أسوي أصول، عشان يكون عندي تملك الأصل من الأصول، أبغى أروح للثراء. بس كذا بدون تفاصيل أبغى أروح للإبداع.